كانت كبيرة قوي ده نرارة. اعملوا لايك يا سويس. كانت كبيرة قوي ده نرارة. الأحباء والأعزاء في كل مكان، مشاهدي ومتابعي قناة جوار السويس، جولة جديدة من جولات قناة جوار السويس، وإن شاء الله أصبح بس على حبايبي. صباح الفل، صباح الفل أبو حميد، صباحك زي الورد، وسلم لي على حبيبي وأخويا حاج أحمد. يا جماعة أنا النهاردة قاصد بلدوزر، بس ما أقدرش أعدي وما أسلمش على حبايبي وفخر قناتي. صباح الفل يا حبيبي. البلدوزر حمادة، البندوزر بيبيع، لما يخلص بيع نبدا نتكلم معاه. الباب فوق زي تحت. نجم اليوتيوب يا جماعه ونجم جوار السويس حماده ابو ضحكه جنان. صباح الفل على متابعينا وحبايبنا، حبايبنا اللي بيعلقوا لنا وبيعملوا لنا اشتراك، وزباينك الحلوين طبعا اللي منفعينك. صباح الخير على قناه جواهر ومتابعين قناه جواهر، حبايبنا ومتابعينا واللي بيعلقوا لنا بيعملوا لنا اشتراك وسبسكرايب. ليك انت ولا ليا انا؟ طبعا طبعا اللي هي صاحبه الفضل علينا. لا حبيبي الفضل لله وحده. مين الراجل الطيب اللي معاك ده؟ السيد ده زبون. اتفضل عرف نفسك. السيد مضى اخوك صاحب مطعم الهدى. في بيبيع يا حبيبي؟ فول وطعميه. لعينيا هجيلك. هجيلك هجيلك حبيبي. الاكله الشعبيه. طب احلى اكله هي دي اللي باقيه لنا. ايوه هيليك زياره يا حبيبي حبيبي. اقتصاد مصر ان شاء الله. الراجل ده عم احمد اللي بنغير رقنا عليه. طب ما طب كل الشعب كله بيغير. كده احنا عندهم. نبدا بقى باللي عندك بعد كده نشوف الاسعار. وزي ما احنا شايفين يا جماعه عنده ان شاء الله شوية جمبري، اي نعم مستورد، وعنده صوبيا، وعنده دنيس مزارع. بس يا جماعة الواحدة في ايدك محملة، وطبعا كمان بيبيع متنضف. بسم الله ما شاء الله عنده جمبري يا جماعة مستورد، وعنده جمبري عتيبي، وعنده دنيس بسم الله ما شاء الله محمل يا جماعه. اي نعم مزارع بس جودته وحجمه ما شاء الله كويسه باذن الله. وعنده قاروص، انضف حاجه في السوق. عنده قاروص ربنا يخليك ان شاء الله. اللومه الحلوه بتبدا اكلها، اللومه الحلوه بتبدا اكلها. انت اول مره تشتري مني صح؟ اه. وسامعين بتنظيفه ما بعملهاش مع حد من اللي خلقك ولا لو مين. نقي اللي نفسك فيها شاور. وفي يا جماعه خمخم على بنقص، البنقص ده انت اللي حاطط السناره برضه يا عم احمد. احنا بتوع الكلام ده يا عم احمد. اما نشوف كده تعرف عننا كده. ده احنا ياما عملنا لهم فيديوهات وقلنا لهم بص بص بلعه يا جماعه السنار بلعها تمام. بنقص وكمان الشركس بلعها يا جماعه. اه بلعها جوه خالص. التاني بقى بيبقى من هنا بقى يشبكالك. قال يعني ايه؟ ماشي. الخمخم الجميل ده جميل، والمنقذ والشركس كل ده جماعه فرشه. وعنده لوت مزارع بس بسم الله ما شاء الله حاجه بسم الله ما شاء الله جودتها. اللي شارب ميه مالحه يا عم. اه ومحمله. بص اضغط عليها كده لا تكون زي الزلطه. الله ينور عليك. حاجتك يا حماده، حاجتك يا حماده يا ابو ضحكه جنان. ربنا يخليك. والوسط اهو بص لسه الوسط ده يا جماعه. بصوا العين عامله ازاي؟ الوان الطيف يا عم. بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعه ده اوريكم البانوراما وان شاء الله هنتابع الاسعار. الوسط ده بكام يا حماده؟ 70 يا عم. 70 تمام. والكبير؟ برضه 70. حلو قوي قوي قوي. والشركس؟ والشركس ب 100. ب 100. والخمخم انا بحب خمخم قوي برضه حماده والله. اسمه اسمه ديابه يا عم احمد. عارف الديابه دي يعني لئيمه في اكلها. جميله قوي. وفصها كمان مختلف عن انا اكلتها عجبتني. اه طبعا هي بعد الشعور على طول. ايوه حضرتك طبعا يعني انت اللي بتعرفهم كل جديد. حبيبي الله يبارك فيك. كده خمخم بكام الخمخم؟ ب70 يا عم. والقاروص؟ والقاروص ب100. والدنيس؟ والدنيس ب90 بلاش 100. الله ينور عليك. والصوبيا؟ والصوبيا. والعتيبي ما شاء الله عليه. بص يا عم احمد قرون ب 220 جنيه. 220 مضيع فيه. ربنا يبارك فيك. واعتني انه في مفاجاه طبعا عندنا النهارده تسليم اوردر يا عم احمد
خيارة ولا الزهدية ولا فين؟ لا طبعا كرات جواهر طبعا، والف هنا وعافية. الاوردر ده طالع مدينة ان شاء الله. جاهز ولا مش جاهز؟ لا لسه ما جاهز فيه. طب انا هستناه؟ لا ان شاء الله نخلص. صوره لي يا حماده بعد اذنك. عين يا حاج، وابعته لي او اجي هاخده منك ان شاء الله. حاضر يا حاج، وهضيفه لك على الفيديو ده. علينا وعلينا للمتابعين قناه جواهر. يا جماعه ما تنسوناش لايك سبسكرايب شير، مستنيينكم كل جديد باذن الله. كلك ذوق وكلك. السنه دي محضره يا جماعه، اهي هات لي السنه دي هنا برضه عشان الناس تعرف حجم الاوردرات اللي هتاخدها. هاي ان شاء الله دي كلها طالعه الطايره. ربنا يزيدك من فضله يا حماده. ما تنسوش يا جماعه البندوزر تاني مدخل، تاني حاره من مدخلك لسوق الانصار. سلام يا حماده. صباح الخير. ان شاء الله النهارده تشكيله حلوه. عندنا تسليم كده اوردر، عندنا اخطبوط، جمبري لحم متقشر كبير، عندنا سهليه ما شاء الله بالواحده، الصلاه على النبي، بوري حاجة حلوة وجميلة مدملكة، بلح بحر، صلاة النبي، جندوفلي الحلو الصاحي ما شاء الله عليه، كابوريا النتي المحنية المبطرخة ما شاء الله برضو، جمبري كبير بالواحدة كده زي ما حضراتكم شايفين، عندنا السوبيا البلدي ادي الروس ما شاء الله بالبيت بتاعها ما شاء الله، عندنا الشعور الوسط جميلة برضو حاجة صحية بتاعت سنار ما شاء الله عليه، عندنا الدنيس، دنيس السويسي، عندنا موسى مبطرخ صلاة النبي، اللوت حاجة بتاعت الكنال محترمة ما شاء الله جزم معلقة اهو، عندنا القاروص السويسي الجميل بتاع الكنال، كاليماري الحشو والقراطيس طبعا الروس بتتنضف زي ما انتم شايفين ما شاء الله، عندنا البولتي البلدي بتاع البحر حاجة حلوة برضو صلاة النبي عليه، عندنا الفيليه هنا والكاليماري برضو حاجة صلاة النبي عليه ما شاء الله ما شاء الله، حاجة لسه ما شاء الله بصوا لسه طازة ما شاء الله تبارك الله، السمك النهاردة كله طازة وصنار والله شايفين، صلى على النبي الدنيس اهو، الشعور شفتوه طبعا، الشعور بلدي الجميل، اللون الاحجام طبعا زي ما انت عايز، كبير بتاع كمان والوسط بتاعه، صلى على النبي صوبيا بلدي، خضرة جميلة، جمبري الحلو الكبير ما شاء الله عليه، صلى على النبي كده، بندوزر حمد عرباوي تاني حارة. يا جماعة وانا رايح للبندوزر لازم اعدي على الست الكل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. منورة الدنيا. منورك انت يا حاج احمد. الله يخليك. عاملة ايه والدنيا عاملة معاك ايه؟ الحمد لله رب العالمين، بس عايز اعرف الزبون اللي بيشتري او الزبونة حاجة. اتفضلي. يعني الزبون اللي بيشتري اول حاجة ما ياخدش جمبري في الشنطة. ما تعملوش كده البياع او البياعة. طب يعني دي نصيحة منك. نصيحة انا هوريها للزبائن كلها. اتفضلي. كل واحد يخش على صفحة الحاج احمد يعرف الحلال ويعرف ايه الحرام. الله اكبر. عشان هو راجل بتاع ربنا برضه. اه. الزبون لما يشتري جمبري ما يشتريش كده. اه. عشان يبقى عارف هو اخد ايه. في مية اكيد. ايوه عشان يبقى الزبون هو عارف اخد ايه. اه. عشان جمبري. عندك مصفى؟ الزبون اللي فلوسه حلال يعرف هو بياخد ايه. تصفي له لازم المايه الاول. ايوه. وبعدين توزني له. بعد كده اوزن. تمام الله يديك نصيحه منك. أيوة. يا ام محمد. نصيحه لاي زبون او اي زبونه بتشتري. دي كفايه عليك النصيحه دي. بس كده دلوقتي اللي عشان الزبون بيتعب في الجنيه. اه. الزبون لو وقف قدام البياع يشتري على مصفى كده. على مصفى ما يشتريش يا جماعه من الكفه على الشنطه على طول. ايوه. الله ينور عليك. ربنا يبارك لك. ماشي يا حاج الله يستر حالك، بس بعرف بقى